محمد بالقميص رقم 3، رقم 5 قاسم حبيب، رقم 4 عباس فاضل، رقم 7 صالح محمد، رقم 19 جاسم محمد، رقم 20 من جديد. هنا المحاولة ممكن الخامس الدوري الأخيرة للمباراة. مسيرة نظيفة بينما منتخب كوريا نتيجة كبيرة جدا في المجموعة الثامنة. المجموعة التاسعة قلنا تأهلت من خلالها الصين بعد احتلالها المركز الأول في مجموعة الأربع منتخبات. مينمار 3 نقاط، الفلبين نقطة 1. مينمار فازت على الفلبين 6-0، لكن الصين سرقت الأنظار وسرقت بطاقة التأهل المباشر في انتظار كمبوديا اللي احتضنت هذه المجموعة وهذه التصفيات. تعود من جديد على محاولة في انطلاقة لمصلحة منتخب النيبال. مع رجال ينطلق بالكرة في الجهة اليمنى. داركي هذه المرة يخرج في الوقت المطلوب ويستعيد الكرة لمنتخب سالم. يحاول أن يحافظ على كورته. لمصلحة المنتخب النيبالي. على اللمسة من رجال. AFF, the All India Football Federation. Football has been very much on the rise in the last 2 or 3 years with the Falo Rijal, which has given Nepal a free kick. That's Suse claiming he won the ball.